تعالي نشوف تصريحاتك ايه. يلا ده بالفيديو، ده بالفيديو بالفيديو. يلا يبقى انا معفيه الكلاني. طلعتي مره قلتي بطلت ابوس في الافلام عشان احمد زكي عورني في شفتي. اه دي حقيقه. هو ده السبب عشان بطلتي ابوس؟ مش عارفه، هي جت باي لك كده ان انا بطلت، بقيت ما احبش. اه دي حقيقه. عورك حد يقول كده؟ عورني، فتح لي شفتي بعد احمد زكي بطلك بوس السينما خلاص. كنت اخر حاجه قضيت جبرت يا رجال. لا اتعورت بجد، فتحت شفتي فقلت لا خلاص حرام. لكن لو ما كنتش اتعورتي كنت هكملي يعني. يعني بشغل. في حد من المخرجين قفشتي فيه وما عجبكيش اللي هو قاله؟ لا ما عمرك ما اعترضت على كلامه. احنا بنتناقش بس. انت لازم تكوني اكثر لطفا يعني، ده مخرج وهو الدايركتور، هتيجي تتخانقي معاه؟ هتتناقشي؟ لا مش عاجبني كذا. خدان الحق ايه؟ حرفها. يلا بينا اللي بعده. قال الإعلامي أحمد شوبير حول مشاركتك بحفل الفيفا بمصر: لا يجوز أن تتلخص حضارة مصر في الراقصة دينا. معقول أنت تشاركي بحفل الفيفا؟ وفي شخص مثل عمرو دياب ذكر كمان أنه في أشخاص معروفين مثل عمرو دياب كان فيهم يشاركوا وهن يمثلوا مصر ليس دينا. أساساً مش هم اللي اختاروني، مش اتحاد الكرة. مين؟ أنا جابوني من برة يعني. أنا الناس اللي برا هي اللي اتفقت معايا، انا مش من هنا مش من مصر. جايبين رقصة راقصين من كل، ما هو الناس ما عرفتش هو ليه الراقصة دينا. ده ليهم الشرف عامة يعني انهم ينقوني من برا، انهم نقوا حد من مصر اساسا. كان ممكن جدا ما يلاقوش حاجة يجيبوها من مصر، فيعني انا شايفة انهم يحمدوا ربنا انهم لقوا راقصة في مصر. ايه تعليقك ايه؟ ما ده رايي بجد. ايه انت شايفه انه مش رايي كويس؟ لا كانوا بيدوروا من افريقيا على كل بلد يجيبوا منها رقاصه. جابوا كله من بره، كله فرق رقص فرق رقص فرق رقص، وجابوني انا من مصر. مش هنا، مش اتحاد الكوره خالص. ده من بره جاي لنا الاوردر من بره، مش من هنا. طيب انتوا كنتوا عايزينه ما يلاقوش رقاصه في مصر تنفع؟ يجيبوا اجنبيه يعني؟ كان ده اللي هيبقى الطف، ده اللي كان هيرضيكوا. لا يلا اللي بعده. لا 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 شيلي ده بسرعه، ولو حطيتيه حمش بلاش دي. اسالك ثلاث اسئله بسرعه قبل ما نختم. تتضايقي لما حد يقول رقاصه مش راقصه؟ او انت بتحبي انا مبسوطه فنانه استعراضيه؟ لا انا رقاصه. مش قلتي اخر حاجه فنانه استعراضيه؟ ماشي. لا انا رقاصه ومبسوطه جدا، بس هم ما يتضايقوش. لو علي حد قال له يا ابن الرقاصه هتزعلي؟ وهبقى مبسوطه جدا وهتفهمينه عادي، لان انا هو ابن الرقاصه بس بالادب. مش باللي في دماغه. نفسك تغيري ايه في المجتمع، نظره المجتمع للرقاصه؟ انا نفسي المجتمع يحترم نفسه، هيغير هو وجهه نظره في حاجات كتير. لو بقت الاخلاق هي اللي في المجتمع، كل واحد هيبقى في حاله، وهتتغير معاني كتير قوي في الدنيا، منهم الرقاصة بس حاجات كتير قوي. انت غيرتي مفهوم الرقاصة، قلتي انه الرقاصة بقت مثقفة، الرقاصة بقت بتغير في المجتمع، الرقاصة بقت بتطلع تتكلم وبقينا بنسمع لها في وقت ما كانش حد بيسمع. انا بشكرك ونورتين حبيبتي سيادين. بشكركم جدا، استنونا في حلقة من حلقات الموتى وحاشة. باي باي.